وفي أسواق النفط العالمية تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارا لأقل من 74 دولارا للبرميل اليوم بعد أن كبح قرار الصين المفاجئ بتجديد السياسة النقدية للمرة الثانية هذا العام التوقعات بشأن الطلب على الطاقة، كما أضعف أسعار النفط بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تظهر أن مخزونات الخام والبنزين في أكبر مستهلك للطاقة في العالم سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.